الرئيس السيسي يوجه بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية. معرض أهلا رمضان يواصل فتح أبوابه في عدد من المحافظات لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة. مجلس الدوما الروسي يدعو واشنطن والناتو لوقف إمدادات الأسلحة والمرتزقة لكييف. 9 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المسؤولين. وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس السيسي بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب خالد فوزي مدير إدارة المساحة بالقوات المسلحة واللواء شريف مازق مساعد رئيس الهيئة الهندسية للبحوث والتطوير واللواء تامر مختار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات الجوية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وقد وجه السيد الرئيس بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية لما لذلك من مردود مباشر على معدلات التنفيذ ودعم عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، فضلا عن ترشيد الاستيراد وذلك بمشاركة مجتمع رجال الأعمال في قطاعات التنمية المختلفة. وقد اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على سير العمل في عدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الأكاديمية العسكرية بمقر القيادة الاستراتيجية والتصميمات الداخلية والأعمال الفنية لمسجد نصر وما يضمه من قاعات لاسيما دار القرآن الكريم، بالإضافة إلى اطلاع سيادته على الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية. كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية بما في ذلك إنشاء محور دار السلام على نهر النيل بمحافظة سوهاج بطول 28 كيلومتر، فضلا عن مستجدات سلسلة المشروعات التي تهدف لتحقيق الاستغلال الأمثل وتطوير الأراضي الفضاء على جانبي الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على جهود تطوير المطارات في محافظة جنوب سيناء خاصة مطارات شرم الشيخ والطور وسانت كاترين إلى جانب مطار الغردقة، فضلا عن تطوير المداخل والطرق والمحاور بمدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للمدينة بكافة جوانبها ومكوناتها استعدادا لاستضافتها لقمة الأمم المتحدة العالمية للمناخ COP27 في شهر نوفمبر المقبل. كما تم كذلك استعراض الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور داخل محيط مجمع استاد القاهرة وربطه بالمحاور الرئيسية في نطاقه الجغرافي. أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر اعتزاز مصر بالعلاقات والروابط التاريخية مع أوغندا وحرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقائه مع قائد قوات البرية الأوغندي الفريق موهوزي موسيفني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بمجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين قوات المسلحة لكلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين. ومن جانبه أشاد قائد قوات البرية الأوغندي بالجهود التي تبذلها مصر والقوات المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية، مؤكدا حرص بلاده على دعم آفاق جديدة للتعاون العسكري خلال المرحلة المقبلة. شاركت الكلية الحربية مؤسسة ابني للفئات الخاصة وأطفال التوحد في تنظيم ماراثون رياضية تحت عنوان إجريم من أجل أطفال التوحد. يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة ودورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة. استمرارا لجهود القوات المسلحة ودورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية في دعم مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، شاركت الكلية الحربية مؤسسة ابني للفئات الخاصة وأطفال التوحد في تنظيم ماراثون رياضي تحت عنوان اجري من أجل أطفال التوحد. شارك في الماراثون الرياضي مدير الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية الحربية وعدد كبير من المواطنين وعدد من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وفي نهاية الماراثون نقل اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمؤسسة ابني للفئات الخاصة لإتاحة الفرصة لزيارة المؤسسة للكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الأبطال. مؤكدا أن تنفيذ ماراثون اجري من أجل أطفال التوحد يأتي في إطار الروابط القوية بين القوات المسلحة وكافة فئات الشعب لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم إلى مستقبل مشرق لهم ولأسرهم. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9942 قضية تمونية متنوعة، من بينها 138 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 3857 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 15 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 133340 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9383 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 10255 طن و492 كيلو سلع غذائية وتموينية متنوعة. وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 107 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 2000 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة و51625 عبوة زيت طعام، كما تم ضبط 289 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 4000 طن
سلع غذائية وتموينية متنوعة، و 40,615 عبوة زيت طعام، و 41,760 قطعة أدوات منزلية. وفي مجال حجب مواد البناء تم ضبط 115 طن أسمنت وأكثر من 400 طن حديد تسليح، إضافة لضبط أكثر من 52 طن أسمنت و 75 طن حديد. في مجال بيع مواد بناء بأزيد من السعر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 322,959 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 64,328 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,870 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 188 سائقا منهم. كما تم المرور على 212 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 921 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 3 حالات. كما تم فحص 849 مركبة، تبين مخالفة 14 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 558 سيارة و62 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال مخالفة قائد الدراجات النارية، تم ضبط 16,489 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 784 قضية ومخالفة في مجالات حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 83,558 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 67,957,415 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 258 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بإجمالي مضبوطات 211,033، من بينها 173 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 196,558 وحدة فنية متنوعة. كما تم ضبط 85 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 14,475 كتب دراسية خارجية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 51 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 216,167,859 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1,986 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 2,170,799,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 5,966,108 جنيها. يواصل معرض أهلا رمضان فتح أبوابه أمام الجمهور في عدد من المحافظات لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، ويوفر المعرض كافة السلع بمشاركة كبرى الشركات بخصومات تصل إلى 30%.
وما زال معرض أهلا رمضان يفتح أبوابه أمام الجمهور في عدد من المحافظات، ويعد هذا المعرض هو نتاج مثمر بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية والقطاع الخاص. الإقبال يعني من قطاع النظير بيبقى برضو بأعداد كبيرة جدا، ولما بنلاقي الضغط كده هوت يعني في بعض الناس برضو محتاجين كميات كبيرة من السلع، بنقول لهم يا جماعة مفيش داعي للتكالب على السلع لأن السلع كلها متوفرة. جهود مبذولة واضحة رأي العين من الدولة لمواجهة جشع التجار، وذلك من خلال إقامة معارض للسلع الغذائية بمشاركة كبار الشركات التي تخطت هذا العام 100 شركة تحمل خصومات تصل إلى 30%. المنتجات كويسة والأسعار كويسة، ما بيغلوش يعني، بل ان في بعض الحاجات ارخص من بره. الاسعار طبعا كويسه جدا، كانت الاول غاليه ودلوقتي رخصت خالص. طبعا نشكر طبعا رئيسنا حبيبنا. المنتجات كلها متوفره الحمد لله، وبناخد حاجتنا كلها بكل راحه يعني الحمد لله. محاربه الاسعار ومنع الاحتكار وغلاء الاسعار امور على راس اولويات الدوله، والتي نفذتها بالمعارض الغذائيه والمنافذ التموينيه والمجمعات الاستهلاكيه والقانون، وذلك لحمايه المواطن المصري ليحيا حياه كريمه. شهدت معارض أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد بمحافظة القليوبية إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء السلع الغذائية ويميش رمضان وغيرها من المستلزمات بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها في الأسواق، ويأتي ذلك في إطار مواجهة موجة غلاء الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان. ومن جانبه شدد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان على رؤساء المراكز والمدن وبالتنسيق مع إدارات التموين بمتابعة المعارض والتأكد من توافر السلع مع شن حملات رقابية على الأسواق بالتزامن مع إقامة المعارض حفاظا على حقوق المواطنين. واصلت معارض أهلا رمضان في محافظة دمياط استقبال المواطنين لشراء السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة، وتتضمن المعارض في دمياط تخفيضات تصل إلى 25% وبمشاركة حوالي 50 عارضا، ويضم المعرض جميع السلع الغذائية والأساسية ومستلزمات شهر رمضان المعظم، بالإضافة إلى منافذ لبيع اللحوم والدواجن. كله 100% يعني، الاسعار حلوه كويسه تمام، وانا عاوز الناس كلها تيجي تشتري من هنا لان الاسعار كلها في متناول الجميع تمام، والاسعار 100% تمام. برضه اشتريت منه السلع اللي فيه والاسعار كويسه عن السوق كتير جدا جدا وكويسه والحمد لله، والاسعار هنا ممتازه ودرجه اولى وحاجات حلوه واقل من السوق بكتير جدا. هنا بسم الله ما شاء الله الاسعار جميله قوي، والحاجه ببلاش هنا معرض اهلا رمضان، الاسعار مخفضه جدا. الحاجه ام 10 هنا ب7 والحاجه ام 15 ب10 يعني اسعار 100% يعني والحمد لله. تتواصل اعمال معارض اهلا رمضان ومبادره كلنا واحد بمختلف انحاء محافظه الاسماعيليه، وتجاوز عدد المعارض بالمحافظه 12 معرضا. واكد محافظ الاسماعيليه شريف بشاره ان المعارض تضم كافه المنتجات الغذائيه بتخفيضات تجاوزت 30% وباسعار اقل من الاسواق. الى ذلك حذر مدير عام الغرفه التجاريه بالاسماعيليه محمد السيد التجار من استغلال المواطنين باي شكل من الاشكال او زياده الاسعار، مؤكدا تشكيل غرفه عمليات لمتابعه الاسواق وتلقي الشكاوى. النهارده المعرض بنتابع بصفه دوريه الأسعار وجودتها، وطبعا بنقارن الأسعار داخل المعرض يوميا مع الأسعار خارج المعرض للتأكد من أن الأسعار ما بيتمش التلاعب فيها والجودة الخاصة بكل المنتج وجودة المنتج مع السعر. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين الإقبال على المعرض يعتبر مستمر، في كان في المعرض الرئيسي بحديقة الشيخ زايد أو المراكز، وكافة السلع الأساسية والغذائية من متوفرة وبكميات كبيرة داخل المعرض.
استقبل السفير نزيه النجاري سفير مصر في موسكو مجموعة من المواطنين المصريين الذين تمت عودتهم من أوكرانيا عبر الأراضي الروسية، وذلك قبل عودتهم إلى أرض الوطن. ويأتي ذلك في إطار الجهود التي بذلتها السفارة على مدار الأسابيع الماضية لفتح معابر آمنة لإجلاء المواطنين العالقين في مدن خاركيف وسومي وخرسون وماريوبول. وتجدر الإشارة إلى أن سفارة مصر في موسكو قد أجرت اتصالات مكثفة على مدار الأسابيع الماضية للتنسيق مع الجانب الروسي وسفارتنا في أوكرانيا والجالية المصرية في أوكرانيا كذلك لترتيب عمليات إجلاء المواطنين المصريين وأسرهم، حيث تمت استضافتهم في الأراضي الروسية لحين الانتهاء من ترتيبات عودتهم إلى أرض الوطن. شدد المفاوض الأوكراني ميخائيل بودولياك على ضرورة أن تنضم الصين إلى الدول الأخرى في إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأضاف المفاوض الأوكراني الذي يعمل أيضا مستشارا لكبير موظفي الرئيس الأوكراني أن الصين يمكن أن تصبح جزءا مهما من نظام الأمن العالمي إذا اتخذت القرار الصائب حسب وصفه لدعم تحالف الدول التي تدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إجراء محادثات سلام وأمن جدية مع موسكو. وقال الرئيس الأوكراني إن هذه هي فرصة روسيا الوحيدة للحد من الأضرار الناجمة عن الأخطاء التي ارتكبتها خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الوقت حان لعقد اجتماع وإجراء حديث مع موسكو. قالت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إيرينا فيريشتشوك إن بلادها أجلت 190 ألف من المدنيين من مناطق خطوط المواجهة عبر ممرات إنسانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية. وأضافت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا أن الممرات في منطقتي كييف ولوهانسك مفتوحة، لكن الممر المقرر إلى مدينة ماريوبول الساحلية الشرقية المحاصرة يعمل بشكل جزئي، إذ لا تسمح القوات الروسية بمرور الحافلات. دعا مجلس الدوما الروسي الولايات المتحدة والدول الأعضاء في حلف الناتو إلى وقف إمدادات الأسلحة وإرسال ما أسماهم بالمرتزقة إلى أوكرانيا. وأشار الدوما إلى أن الأوكرانيين يستخدمون السكان المدنيين كدروع بشرية، وأكد أن كل ما يحدث حاليا في أوكرانيا وخاصة مقتل المدنيين وسيل اللاجئين يقع على عاتق واشنطن وبروكسل مباشرة. أعرب الرئيس السويسري إنياسيو كاسيس عن استعداد بلاده لتحمل ثمن الدفاع عن الحرية والديمقراطية في تعليق له حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وشدد الرئيس السويسري على أن روسيا استخدمت القوة بشكل كبير، مشيرا إلى أن بلاده تبنت عقوبات الاتحاد الأوروبي كاملة والتي ستترتب عليها عواقب اقتصادية على البلاد. وأشار الرئيس السويسري إلى تضخم وارتفاع أسعار الطاقة مما يؤثر بشكل سلبي على الصادرات. التقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في ديوان الوزارة بالرياض مع المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بكتم روستوم. وجرى خلال اللقاء بحث الأزمة في أوكرانيا مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية ولكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً.
يزور رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الهند، حيث سيجري بحسب طوكيو مناقشة صريحة على خلفية امتناع نيودلهي عن إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وخلافا لمواقف بقية الدول الأعضاء في مجموعة كواد التي تضم الهند وأستراليا والولايات المتحدة واليابان، امتنعت نيودلهي عن التصويت على ثلاثة قرارات أممية تدين العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، واكتفت بالدعوة إلى وقف العنف. من جهتها، أشارت رئاسة الحكومة الهندية إلى أن المناقشات مع رئيس الوزراء الياباني ستشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول قضايا إقليمية وعالمية ذات اهتمام مشترك، بغية الدفع قدما بالشراكة من أجل السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي وما بعدها. نشرة التاسع ما زالت مستمرة وتتابعون فيها. البرلمان العربي يرحب بإدراج الاتحاد الأوروبي لقوات الحوثي على القائمة السوداء. رحب البرلمان العربي بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي بتعديل لائحة الاتحاد بإدراج قوات الحوثي على القائمة السوداء ضمن الجماعات الخاضعة للعقوبات، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن الدولي والذي يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تنفيذه بموجب ميثاق المنظمة. هذا وأكد البرلمان العربي أن هذا قرار يعد دعما للشرعية اليمنية وخطوة جديدة ومهمة لوضع حد للأعمال الإرهابية التي تقوم بها قوات الحوثي والانتهاكات الإنسانية وجرائم الحرب التي تقوم بها بحق المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني، فضلا عن استهدافها للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالطائرات المسيرة المفخخة، وكذلك تهديدها المباشر لأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر. هذا وجدد البرلمان العربي موقفه الثابت ودعمه الدائم لكافة الجهود العربية والدولية بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية. أكدت رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن حرص الدولة على الاهتمام بقطاع الصناعة التقليدية والحرفية ومساندة المهنيين في هذا المجال والعمل على رفع قدرات القطاع ودعم مساهمته في التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال افتتاحها معرض الابتكار للصناعات التقليدية في دورته 38 الذي ينظمه الديوان الوطني للصناعات التقليدية، كما تفقدت الجناح الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة الذي يشارك فيه أكثر من 100 عارض أغلبهم من الشباب المبدع في مجال الصناعات التقليدية والحرفية والفنية. هذا ويشارك في معرض الابتكار هذا العام أكثر من 1000 عارض من مختلف الولايات التونسية في مجال الحرف التقليدية والفنية المتعددة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد زائري هذه الدورة 100,000 زائر. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إجراء تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021-2022. وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي أوضحت أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد في مواعيدها المحددة وفقا للجداول المعلنة من قبل الوزارة دون أي تعديل، حيث سيتم عقد امتحانات شهري فبراير ومارس في الفترة من الثاني إلى السادس من إبريل، على أن تقتصر الأسئلة على المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، كما ستعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الثامن من مايو المقبل،
وتستمر حتى 12 مايو. التقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ببعثة بنك التنمية الإفريقي، وذلك في ختام زيارتها لمصر، حيث عقدت البعثة عددا من الاجتماعات لتعزيز التعاون في ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27. وأشارت رانيا المشاط إلى أن الحكومة تقوم من خلال العمل الوثيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بدعم العمل المناخي وتوفير الموارد المالية والدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروعات التحول الأخضر في إطار رؤية الدولة 2030 وسعيها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. من ناحيته، أكد كيفن كاريوكي نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر التزام البنك الكامل بالتعاون مع مصر لاستكمال جهودها التنموية وتنظيم قمة المناخ المقبلة. أعلنت وزارة الصحة والسكان أن متوسط عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 788 إصابة، وذلك خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن متوسط الوفيات اليومية بلغ 12 حالة جديدة. وأوضحت الوزارة أن متوسط عدد المتعافين اليومية من فيروس كورونا بلغ 766 متعافيا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 430,198 متعافيا. والآن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا دينا وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة لنشرة التاسعة نتابع فيها. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية وانعكاساتها بزيادة الأسعار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تؤكد أهمية الإسراع بأعمال زيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للآبار. وأكد الملا خلال جولة تفقدية بعدد من حقول البترول بالصحراء الغربية، أكد على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة أعداد الحفارات، ومن ثم ما زيادة العدد الآبار والإسراع بتنمية الحقول المكتشفة. وأضاف الملا أن استراتيجية زيادة الإنتاج تتضمن العمل على تعزيز نواحي الأمن والسلامة ومشروعات لخفض الانبعاثات وترشيد الاستهلاك وكذلك خفض تكاليف الإنتاج. احنا بنتابع بقى النهاردة زيادة الإنتاج واستقراره، وفي نفس الوقت سواء ده كان بالنسبة للزيت الخام أو للغاز الطبيعي. وزي ما كنت بقول الصحراء الغربية مهمة جدا لأن هي بيتم إنتاج فيها أكبر حصة من الزيت الخام بتطلع من الصحراء الغربية وهو خام الصحراء الغربية، وده من ضمن الإنتاج المهم اللي بتقوم به الشركات المشتركة النهاردة، وإحنا بنزورها شركة خلدة وهي مع الشريك الأمريكي شركة أباتشي، وشركة عجيبة وهي مع الشريك الأجنبي الإيطالي شركة إيني. قامت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بزيارة مفاجئة لمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة، وتفقدت وزيرة التجارة عددا من الوحدات الإنتاجية بالمجمع الذي يقع على مساحة 40 فدانا ويضم 218 وحدة صناعية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، يشمل قطاعات صناعية غذائية وهندسية وكيماوية ومواد بناء. كما تبعت الوزيرة حركة الإنتاج بالوحدات والتي بدأت الإنتاج الفعلي، واستمعت الوزيرة إلى بعض التحديات التي تواجه المستثمرين.
في أسواق المعادن النفيسة اتجه الذهب ليسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ ما يقرب من 4 أشهر بعد أن تضرر الطلب على المعدن وهو من أصول الملاذ الآمن، وذلك بفعل الأمال في إحراز تقدم ملحوظ في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وكذلك تداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية. أما على الصعيد المحلي فسجل الذهب عيار 18 سجل ما قيمته 763 جنيه، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 890 جنيه للجرام، وذلك في حين سجل الذهب عيار 24 1017 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب في هذا الوقت بالتحديد إلى 7120 جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط في آخر تداولاتها، لكنها سجلت الخسارة الأسبوعية الثانية لها على التوالي، وذلك بعد أسبوع تداول متقلب وسط صعوبة في إيجاد بديل للنفط الروسي في السوق العالمية. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% لتسجل 107 دولارات و93 سنتا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة للخام الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.7% لتسجل 104 دولارات و70 سنتا للبرميل الواحد. قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، قالت إنها تواصل تصدير الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا تماشيا مع طلبات المستهلكين الأوروبيين. وقد أضافت الشركة أن الطلبات بلغت 106 ملايين متر مكعب في 19 من مارس، هذا وتورد روسيا نحو 40% من الغاز الذي تستهلكه أوروبا. انتهت هذه الجولة الاقتصادية مشاهدين الكرام، وأعود من جديد لاستكمال ما تبقى مع دينا وسحر. شكرا لك مصطفى ميزار. تمكنت البعثة الأثرية المصرية من اكتشاف 5 مقابر أثرية بالمنطقة الواقعة شمال غرب هرم الملك ميرنرع بسقرة. اكتشافات تأتي بعد فترة عمل وبحث واستكشاف استغرقت أكثر من 6 أشهر لتضيف تميزا وانفرادا جديدا لعبقرية الحضارة المصرية القديمة. 5 مقابر من عصر الأسرة 5 و 6 تدخل ضمن اكتشافات الحضارة المصرية القديمة بمنطقة سقارة عن طريق بعثة مصرية خالصة بعد عمل دام لأكثر من 6 أشهر. احنا النهاردة في مكان جديد، المكان ده يسمى جنوب سقارة، هو هرم ميرنرع. ليبسيوس عمل حفائر سنة 1840 اكتشف الهرم، ما كملش باقي حفائر. ماسبيرو جه سنة 1881 عمل حفاير وطلع بقى التابوت وطلع الموميا بتاعته اللي موجودة في متحف إيم حوتب وتمثال جميل جدا من النحاس، وذكر انه على بعد 100 متر تقريبا في مقبرة لإيارت وتوقف، محدش لمس المكان من سنة 1881. احنا طبعا هنا شغالين بعثة مصرية خالصة تابعة لوزارة الآثار برئاسة الأستاذ الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، شغالين في هذا الموقع لأول مرة منذ سبتمبر 2021 حتى الآن. اكتشفنا مجموعة من المقابر من عصر الأسرة 6 الفرعونية. تنوعت الاكتشافات بين مقابر وتوابيت وبعض التماثيل الخشبية الصغيرة والأواني الفخارية، بالإضافة لألوان وقصص مكتوبة على الحوائط لتاريخ الملكة بيتي وبعض الأطباء والمشرفين. المقابر هنا عبارة عن وحدات، أنا عندي هنا اكتشفت لحد وقتنا هذا، لأن السيزون بدأ من 1/9 وما زال لسه شغال بتوجيهات سيادة الوزير ودكتور مصطفى وزيري ومدير عام سقارة دكتور صابري ودكتور محمد يوسف. فبدأنا في الوحدات، الوحدات عندي اللي هي بيطلق عليها بير جد، بيت الأبدية، عبارة عن وحدات فيها بير رئيسي لكن في أبار جنبيها، يعني أنا عندي 108 بير موجود في المنطقة كلها. شغالين في الموقع ده بإن الحمد لله 7 أشهر، وربنا أنعم علينا بالمقابر اللي احنا اكتشفنا اللي حضرتك صورتها دي، وده بفضل الله سبحانه وتعالى أول وأخير. أما بالنسبة للعمال، العمال شغالة معانا، احنا بنتعامل كلتنا رجالة، رجل واحد. مجهودات مستمرة في مجال الآثار والاستكشافات تأتي بدعم من القيادة السياسية للتأكيد على انفراد الحضارة المصرية القديمة بأسرار وأفكار جذبت أنظار العالم. قصص وألوان تبهر العيون رغم مرور آلاف السنين، تراها منقوشة على أسوار مقابر المصريين القدماء بمنطقة سقارة التي كانت وما زالت أكثر المناطق غناء بتاريخ علم العالم قديما وحديثا.
كريم بيبرس، التلفزيون المصري. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة، وعودة مرة أخرى إلى مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا دينا وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في جولة جديدة من أخبار الكرة والملاعب محليا وعالميا. أعلن المدير الفني لمنتخب مصر كارلوس كيروش قائمة المنتخب والتي ستخوض مباراتي السنغال والمقرر لهما 25 و29 من مارس الجاري ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022. ضم مركز حراسة المرمى للمنتخب المصري كل من محمد الشناوي ومحمد أبو جبل محمد صبحي، بينما ضم خط الدفاع عمر كمال وياسر إبراهيم وعمر جابر ومحمد عبد المنعم ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وأيمن أشرف وأحمد فتوح، وجاء في خط الوسط حمدي فتحي دونجا وإمام عاشور وعمرو السلية ومحمد النني ومحمد مجدي أفشة، بينما جاء في خط الهجوم اللاعب الدولي محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد ومروان حمدي وعمر مرموش وتريزيجيه. تعادل نادي الزمالك سلبيا مع مضيف بيترو أتلتيكو في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة الأنغولية تلواندا ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ورفع الزمالك رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، وبينما حافظ بيترو أتلتيكو على صدارته للمجموعة ب11 نقطة، ذلك ضمن الصعود رفقة الوداد المغربي والذي حل في المركز الثاني. حسم نادي صن داونز الجنوب أفريقي بشكل رسمي صدارة ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا، واقتنص صن داونز فوزا عريضا خارج ملعبه ب4 أهداف مقابل هدفين على حساب الهلال السوداني بملعبه في الجولة قبل الأخيرة لمرحلة المجموعات، ورفع صن داونز رصيده إلى 13 نقطة، بينما يملك نادي الأهلي 7 نقاط في المركز الثاني وخلفه الهلال السوداني برصيد 4 نقاط في المركز الثالث. في الدوري الإنجليزي فاز فريق أرسنال على مضيف أستون فيلا بنتيجة 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة 30 من الدوري الممتاز لكرة القدم، ويدين أرسنال بالفضل في هذا الفوز للاعب باكيا ساكا والذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30. رفع أرسنال رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 36 نقطة في المركز التاسع. انتهت جولتنا الرياضية مشاهدين الكرام، نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في 9 مع دينا وسحر. شكرا لك مصطفى. تتواصل بطولة مصر 17 لمسابقة فيرست ليجو والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع إحدى المؤسسات، وتمتد البطولة على مدار 3 أيام بمشاركة 100 فريق مكونين من 1000 طالب من 16 محافظة، كما يشارك بالتحكيم 60 حكما من الأساتذة الجامعيين والمهندسين المتخصصين. والآن نتحول إلى أخبار الطقس. ووقفة أخيرة مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا لكما. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في محطتنا الثالثة والأخيرة لأحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ودافع على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، ويسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على بعض المدن والمحافظات. نبدأها من محافظة القاهرة ودرجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 9 مائل للبرودة، الإسكندرية 17 10 مائل للبرودة،
مطروح 17-8 مائل للبرودة، أيضا بورسعيد 17-10 مائل للبرودة، الإسماعيلية 18-8 مائل للبرودة. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10 ويكون الجو مائل للبرودة، في العريش 16-8 ويكون الجو بارد، في طابة 18-11 يكون الجو معتدل، في شرم الشيخ 23-15 معتدل، في الغردقة 23-14. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 27 والصغرى 12 ويكون الجو معتدل، وفي أسوان 29-13 ويتسم الجو بميله للحرارة، في الوادي الجديد 27-12 يكون الجو معتدل، في شلاتين 27-14 معتدل أيضا، وأخيرا في حلايب 25-15 ويكون الجو هناك أيضا معتدل. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن مشاهدينا الكرام نترك حضراتكم مع أبرز لقطة لليوم. ومن لقطة اليوم وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة التاسعة، ويتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي وجهه بالتركيز على امتلاك القدرة بتوطين الصناعة والتكنولوجيا الخاصة بقطاع التشييد والبنية الأساسية. معرض أهلا رمضان يواصل فتح أبوابه في عدد من المحافظات لتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة. مجلس الدوما الروسي يدعو واشنطن والناتو لوقف إمدادات الأسلحة والمرتزقة لكييف. وصلنا إلى نهاية نشرة التاسعة، ولكن التاسعة ما زالت مستمرة معنا ومعكم ويوسف الحسيني. مساء الخير. ازيك يا صاحبي؟ اهلا، ازيك يا دينا؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. اشكركم طبعا على قراءتكم المتميزة كمجرة العادة، وهستأذنكم نبدأ فقراتنا.